كنجور الشفار كيجر. قالك ماشي شغلنا فيكم. ها هو الطوبيس وكيحيدوا الشنكات وكيسدوا كونطاون ما كاينينش. حتى شي كونطرول ديال شي طوبيس ما كاين. ركبت انا من التيرمينوس ديال المحمديه. ما كاينش وصفه نهائيه الكونترول، ما كيديروش خدمتهم. استهمال ديال الطوبيس، خلاونا حنا هنا دابا ساعه ونصوني وقفه. كانوا كيديروا خدمتهم اللي طلع ما عندوش وقع غيهبط. هاد حنا كيتمارس علينا هنايا السيبه. طلعني الطوبيس كيخبط عليا بزاف، يقول لي طلعي طلعي، سدوا عليا فيهم البيبان. حيوانات، حنا حشر، حنا بشر، حنا كنضربو الكاميرات ديال الطوبيس بهداك الشمع باش يديرو اللي بغاو. ها هو تهرس لي الدجاجة من امتى؟ سوليه من امتى هو واقف؟ عيط من قبيله هو كيعيط لكم ساعة ونص، عيطوا للبوليس ما كاينينش. راه واحد المرا بولدها صغيور، راه مسكينة من كثرة الرعب ديال الدري تجرح لها من نداتها ومشات. دابا أنا واقف، أنا عندي ورقية، ولو وقعت لي شي حاجة هنا أنا كنقول أمامي ما لا. راجلي مريض ما تيشوفش الشوفان، أنا هنايا توقع لي شي حاجة هما يتحملوا المسؤولية. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، كنتمنى تكونوا بخير. اذا كنت لاول مره رحت هذه القناه ما تنساش دير الاشتراك فيها وشي كومونتير محفز فضلا وليس امرا. شوفوا شنو واقع الاخوان في الطوبيس بالمحمديه. ايها الاخوان، اشد الفوضى، شد الهيماجه اللي باقى الاخوان كنشوفوها في هذه المدينه. ومع الاسف الشديد كاينه في الغابات، كاينه مخدرات، وكاينه قطع الطرق، وكاينه في المدينه الاخوان، وكاينه مع الاسف كاينين الناس الشفاره، وكاينين الناس كيتعداو في هذه المدينه، وكاينه الهيماجه في هذه المدينه. وشوفوا الان الاخوان كاين الطوبيس شنو داروا فيه هاد الشفاره، طلعوا تقرفصوا على الناس، داروا فيهم واحد الحاله الاخوان وهرسوا الطوبيس. وسؤال لمطروح لينا الاخوان، اين هما المسؤولين بمدينه محمديه؟ دابا بغيت نقول واحد الكلمه، دابا كاين الطوبيس وقعت ليه كسيده، علاش ما يجيش شي طوبيس اخر يهزهم؟ قال لك اسيدي ما يمكنش، حيت كاينه حاله اخرى ساهله، الطوبيس اللي جاي من موراه ما يهش يهز هذوك الناس وبغيت ما عنده باس. شوفوا شنو داروا في الطوبيس وحنا في 2024، شوفوا الاخوان الفضيحه اللي داروا لهاد الناس وهذا الرعب اللي داروا لهاد الركاب الاخوان ديال الحافله. شوفوا الاخوان كيفاش تكرفصوا عليهم، كيف يعقل اين هي المحاسبه لهاد الناس المسؤولين الاخوان في المحمدي؟ علاش هاد الشيء؟ علاش واش كيتكرفصوا على الشعب؟ كل واحد واش كيديروا؟ فهمتي؟ هما اللي دايرين هاد الشيء. شوفوا قال لك ما يمكنش ليا نتحرك. بغيتكم تطلعوا لمدينه سلا وتطلعوا لمدينه الرباط وتشوفوا الاخوان الطوبيسات كيفاش تغيرات من حسن الى احسن. شوفوا الاخوان الطوبيس وشوفوا الهيماجه اللي كانت في مدينه سلا، وشوفوا المسؤولين الاخوان من بعد ما دخلوا الزا سلا والرباط، شوفوا كيفاش ولات مراقبه شديده. مواطن الا ما خلصش ما يركبش، وإلا كان شي صداع الاخوان الطوبيس ما يتحركش. تخيلوا معايا حادثه بسيطه جدا، ولو طوموبيل ولا موتور وقف قدام الطوبيس شنو تيوقع؟ الطوبيس الاخوان تيوقف وما كيضيعوش الناس الوقت ديالهم. الطوبيس الموالي من ورا الطوبيس هذا كينزلوا الناس وكيمشيو كيرخبوا. شوفوا الاخوان الناس تهرسوا تهجموا شفاره على هاد الطوبيس هذا بالمحمديه، هرسوه وديروا الرعب في الناس، والناس ها هما ما ركبوش والطوبيس ما تحركش والامن ما تدخلش. ولكن علاش الامن ما تدخلش؟ ما غاديش نقولوا الاخوان ما كاينش الامن، ولكن كاين مشكل، كاين عدم التواصل مع الامن، كاين عدم الاحتساب، كاين عدم الزيار والكونترولات الاخوان في الطوبيس، لان هذيك الشركه كتبان ما خداماش مزيان، لان المدينه ما كاينينش الناس اللي واقفين عليها، سير ديالها في الاشغال،
ما كاينينش الناس اللي كيحاسبوا هاد الناس باش يخدموا مزيان. مدينة سلا والرباط ما كنشكرش ليكم حتى هاد المدينه قريبه ليا، ولكن كاينه الخدمه تحسنات مزيان، ولا الطوبيس والطرام وكلشي خدام، وكلشي خدام مزيان، والمواطن كيخلص وما كاينش الشفاره ومنعوهم. والله وحصل شي شفار كيتصل الشيفور بالشركه وكيعطيه السيديات اللي كاينين ديال المراقبه، وكيدخل الامن فورا وكيعتقلوه. هاد الناس كاينه الخدمه، كاينه المصداقيه، كاين ولي الامن ديال الرباط، وكاين ولي الامن ديال سلا، كلشي خدام. المحمدي الاخوان مع الاسف الشديد باقي كنشوفوا هاد الهيماجه، وباقي كنشوفوا واحد الغابه، اكبر غابه كاينه المحمديه، فيها تجار ديال المخدرات، فيها تجار ديال الناس اللي كيتعدوا على الناس، فيها الناس كيبيعوا مخدرات وكيبيعوا الاخوان الكحول. هذيك الغابه عباره عن مزارع، وهذا الشيء كنشوفوه وحنا كنهضروا عليه، لان بلادنا كنبغيو هذا الشيء قدام، وما كنبغيش نشوفوا فيها احنا في 2024 هاد النماذج. على الاقل المسؤولين ديال المحمديه تحركوا شويه وخليوا هاد الحافله تخدم باريحيه، والمواطنين يكون محميين 100% اللي راكبين فيها. وعلى الاقل هاد الناس لو وقعت شي حاجه في الحافله، الحافله اللي من وراء هاد الحافله هذه تكون جاهزه انها تهز الناس في احسن ظروف. شنو هاد الشيء اللي كنعيشوه الاخوان؟ شنو هي هاد المزال اللي كنعيشوه حنا في 2024؟ كيفاش كيعطيكم خاطركم انك تشوفوا هذا المنقل وما تغيروش؟ لذلك الاخوان نحن مطالبين بان المحمديه تكون افضل. حنا تنهضروا بحرقه الاخوان بهذا الفيديو باش كنشوفوا المدن ديالنا غدا في التحسن، باش كنشوفوا المواطن غادي وكينضج، باش كنشوفوا المواطن غادي في اريحيه تامه. لذلك الاخوان هاد الحوادث وهاد الهيماجه ديال الشفاره، وسمعت في كازا باقي الناس كيهاجموا ناس بزاف، ولكن ولي الامن دار البيضاء الاخوان قايم بالواجب ديالو، غادي ينقي هاد الناس، وحتى المحمديه غادي ينقيو هاد الناس وما غاديش يبقاو، لان المغرب غادي في التقدم، لان اصلا كاين القانون، حتى شي واحد ما كيخالف القانون، كاين شويه ديال الضمير المهني هو اللي خاصو يتحرك، شويه ديال الضمير المهني هو اللي خاصو يتحرك تجاه هاد الاشخاص اللي كيقوموا ارتكاب هذه الافعال في البشر. هذه الاخوان مع الاسف الشديد ما كنبغوش نشوفوها تكرر هاد السيناريوهات في البلاد ديالنا، كنبغيو نشوفو دائما، حيت لان الاخوان عندنا ملك نزيه وكيبغي الخدمه والمثابره والجديه في العمل، وما كيبغيش الكذوب، وما كيبغيش ناس يكونوا منافقين، ما كيبغيش ناس نصوتوا عليهم يكونوا ما خداميش، ما كيبغيوش الاخوان الناس يكون في الجماعه كيشوفوا كيسكتوا وكيقمطوا. الا مع الاسف الاخوان صاحب الجلاله دائما كيامرنا بان تكون خدمه مزيانه متقونه والغيره على الوطن. كانت هذه الحلقه ديال اليوم، ما تنساوش ديما اشتراك في القناه وشكون منتهي المحفز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.